أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا هو اللقاء الثاني في سلسلة أفلا تذكرون. والله أيها الأحبة، لو تأملنا أي شيء من حولنا نجد فيه تذكرة لنا بقدرة الخالق ورحمته ونعمه. لذلك قال سبحانه وتعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. في اللقاء السابق أيها الأحبة توقفنا عند إحصائيات مرعبة تضرب الدول الغربية بسبب انتشار الزنا والفواحش والشذوذ الجنسي، وقلنا إن الثقافة الجنسية القرآنية هي التي تنشئ إنسانا متوازنا يستمتع بالحياة من حوله. الثقافة التي يروجون لها ويدرسونها في الغرب تحرض على الزنا والفاحشة وتجعل هذا الإنسان لا يستمتع حتى بما يقوم به، لأن الله سبحانه وتعالى، دققوا أيها الأحبة، الخالق عز وجل جهز الإنسان بأمور طبيعية فطرية لا يستمتع بحياته إلا إذا اتبع تعاليم الإسلام، إلا إذا غض البصر، حفظ فرجه، ابتعد عن الفواحش. هذه هي السعادة الحقيقية أيها الأحبة. في الغرب من كثرة ممارسة هذه الفواحش أنهكت أجسامهم ما يسمى بهرمون السعادة، وهرمونات كثيرة يفرزها الدماغ، مجموعة تسمى هرمونات السعادة يطلقها الدماغ أثناء القيام بالعملية الجنسية فيشعر الإنسان بسعادة. هذا الأمر إذا تكرر كثيراً، وبخاصة إذا شاهد الإنسان مناظر إباحية ومارس هذه الفواحش بكثرة، فإن هذه المادة تفرز بشكل كبير حتى يرهق الدماغ ولم يعد قادرا على إفرازها، فيفقد هذا الإنسان المتعة ويفقد يعني السعادة. لذلك نجد المسلم أكثر سعادة بعشرة أضعاف من الإنسان غير الملحد تحديدا. طبعا كل الأديان أيها الأحبة، حتى التي وضعها البشر، الديانات البوذية والهندوسية، تأمر فيها شيء من العدل، من التعاليم، تحرم الزنا، تحرم إيذاء الآخرين، إلا ثقافة الإلحاد بالفعل مدمرة لكل شيء. لأنك عندما تفقد إيمانك بهذا الخالق فقدت كل شيء. لذلك انتبهوا أيها الأحبة، كل الذنوب يغفرها الله، الفواحش، السرقة، النميمة، الغيبة، الكذا، كل ما يخطر على بالك إلا ذنبا واحدا، الإلحاد. الله تبارك وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. أكرر أيها الأحبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن أيها الأحبة، لماذا الشرك لا يغفر؟ لأن الإنسان بمجرد أنه أشرك بالله
طبعا الملحدون يقولون لا نؤمن بإله، هم ضمنيا يؤمنون بالطبيعة، بقوانين الطبيعة التي تنظم الكون، فيجعلون شريكا لله من هو ما يسمى بالطبيعة، وهي كائن وهمي غير موجود. لذلك الملحد هو مشرك بطبيعة الأمر، لأنه يلجأ إلى قوانين الطبيعة، قوانين التطور، يقول هناك قوى كونية تحكم العالم، هذا هو الشريك لله سبحانه وتعالى، وهذا الذنب لا يغفر. لذلك ينبغي الانتباه أيها الأحبة. اليوم أحبتي في الله فقط أحببت أن أستكمل معكم الإحصائيات المرعبة. قلنا إن هناك كل عام في أمريكا 300,000 امرأة يتم اغتصابها، كل عام حسب موقع وزارة العدل الأمريكية، على الأقل 300,000، النسبة أعلى بكثير أيها الأحبة. الإحصائيات الرسمية أيها الأحبة في الولايات المتحدة الأمريكية تقول بالحرف الواحد، هناك من 25 إلى 30% من الفتيات أصغر من سن 18. تصوروا، يتحدثون عن شريحة صغيرة جدا، الفتيات القاصرات قانونيا تحت سن 18، 30% يتعرضن للعنف الجنسي، 30% من الفتيات دون سن 18 يتعرضن للعنف الجنسي. هناك من 15 إلى 20% من الذكور تحت سن 18 تعرضوا للعنف الجنسي أيضا. حتى الذكور يعني والله شيء الإنسان لا يتصور كيف تطور هذا العالم بهذا الشكل الخاطئ، انجرف كثيرا. يعني اغتصاب النساء قد يكون فيه وجهة نظر، أما حتى الذكور 20% من الذكور، يعني هذه نسبة كبيرة جدا أيها الأحبة، مرعبة، تنتج مجتمعا إلى الزوال، مصيره إلى الزوال، لا يمكن أن يستمر مجتمع كهذا. هذه النسبة أيها الأحبة نسبة مرعبة بالفعل. طبعا المفاجأة أيها الأحبة أن النسبة العالية من حوادث الزنا تحدث ضمن نفس الأسرة. يعني قلنا 20-30% من الإناث تحت سن 18، 20% من الذكور تحت سن 18 يتعرضون للعنف الجنسي، ومعظم الحالات تأتي من داخل الأسرة، يعني هذا ما يسمونه زنا المحارم والعياذ بالله. طبعا موقع ذا أتلانتيك، يمكن لأي إنسان أن يطلع على هذه الإحصائيات على هذا الموقع، يقول إن هذه النسب معروفة جيدا لدى المتخصصين الذين يؤكدون أن زنا المحارم أصبح ظاهرة تجتاح المجتمع الأمريكي والأوروبي، ولكن نادرا ما يتم الحديث عنها لأنها ظاهرة مدمرة بالفعل. تأملوا أيها الأحبة هذا الحال الذي وصلت إليه هذه المجتمعات التي تسمى مجتمعات متطورة. طيب ما هو التطور؟ فقط اختراعات؟ طيب ماذا عن الإنسان؟ يعني تطور مادي، ولكن ماذا عن الإنسان؟ لا شيء. طبعا أيها الأحبة هم اخترعوا شيء اسمه ثقافة جنسية بحجة تحذير الأطفال من مخاطر الاغتصاب وغير ذلك، وتشجيعهم على الإبلاغ إذا تعرضوا لأي عنف، وأكثر من نصف الحالات لا يتم الإبلاغ عنها، يعني هذا المنهاج فاشل كان لديهم. هذا المنهاج وضع أساساً، الذي وضعه الملحدون أيها الأحبة،
لجعل ظاهرة الزنا مألوفة بالنسبة للطفل، لجعل المثلية الجنسية خيارا أمام هؤلاء الأطفال البريئين. الثقافة الجنسية في القرآن أول ما يجده الطفل في كتاب الله من ثقافة، تحذير من مخاطر الزنا، يقول سبحانه وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذه الآية أيها الأحبة تفعل مفعول السحر في هذا الطفل، يصبح لديه حذر شديد من الزنا. طبعا الطفل سوف يسأل أهله ما هو الزنا، فيقوم الأهل بتعريفه بأنه شيء سيء. فهذا الطفل وضعنا في داخله منذ الطفولة انطباعا على أن هذا الأمر سيء وعواقبه وخيمة وحسابه عسير، والنبي يبشرك بالفقر، والله سبحانه وتعالى يبشرك بنار جهنم. لذلك ينشأ هذا الطفل على الخوف من الاقتراب، وبالتالي هذا الخوف يحميه من هذه المنزلقات. لذلك أيها الأحبة، يعني الطفل هنا يعني لا نتركه حائرا، عرفناه على الطريق الخاطئ وحذرناه منه وقطعنا الخلل والشر من جذوره. طيب ما هو البديل؟ ثقفنا هذا الطفل على ثقافة أن الزواج هو آية من آيات الله وسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه أجر، فيه غنى لك، فيه سكن، استقرار. لذلك هذا الطفل ينشأ ويحفظ قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. انظروا أيها الأحبة إلى هذه الثقافة. أول شيء وجه نظرك أيها الإنسان منذ طفولتك إلى أن هذه المرأة هي جزء منك. هل هذا إكرام للمرأة أم كما يدعون إهانة لها؟ القرآن اعتبر أن هذه المرأة هي جزء منك أنت شخصيا. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، منكم يعني من أنفسكم، أزواجا لتسكنوا إليها. ربط السكون بهذه الزوجة وجعل بينكم مودة ورحمة، ربط المودة والرحمة بعملية الزواج. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لذلك أيها الأحبة، هناك أبحاث كثيرة جدا تقول إن الزواج يقي من السرطان ويقي من الأمراض ويرفع النظام المناعي، بل وجدوا أن المتزوجين كإحصائيات عامة أطول أعمارا، يعيشون عمرا أطول من غير المتزوجين أو المطلقين أو يعني الذي لم يتزوج أو الشاذين جنسيا، وضعهم سيء جدا. لذلك هذه الآية عندما يسمعها الطفل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، انظروا إلى الهدوء، إلى رفع قيمة المرأة في نظر الرجل. هذه المرأة جزء منك، لا يجوز أن تعتدي عليها، أن تذلها، أن توجه لها كلمة سيئة، هي جزء منك. هذه الآية أيها الأحبة تحفر يعني في دماغ الطفل قيمة للمرأة، تحفز في داخله تقبل الزواج كوضع طبيعي ورفض فكرة الزنا والشذوذ باعتباره مخالفا للفطرة السليمة، ويعرض صاحبه لغضب الله سبحانه وتعالى. في القرآن الكريم أيها الأحبة، المثلية الجنسية ليست خيارا، هي جريمة خطيرة تخالف الفطرة، ويعاقب صاحبها بأشد أنواع العذاب من الله سبحانه وتعالى. في الدنيا كما يعني تعلمون
قد يفعل افعلوا ما شئتم، ولكن في الآخرة أين ستذهب من عذاب الله؟ قال سبحانه وتعالى عن قوم لوط الذين كانوا يمارسون هذه المثلية القبيحة: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ممضود. يعني والله أيها الأحبة شيء مرعب. هذه الآية أيها الأحبة تحدث ردة فعل قوية داخل الطفل، فينشأ نشأة طبيعية متجنبا أي شهوات. يعني هذه الآيات بمثابة وقاية للشباب من الانحراف، لأنه يدرك أن العقوبة كبيرة جدا. فإذا كانت عقوبة قوم لوط أن الله أمطر عليهم حجارة ملتهبة من سجيل حارقة من سجيل ممضود، يعني كل شخص يأتيه حجر لا يخطئه، إذا كان هذا العذاب في الدنيا فماذا عن عذاب الله يوم القيامة؟ كيف ستتحمل أن يحرق جلدك هذا عذاب الله في جهنم؟ كيف ستتحمل ذلك؟ فكر قبل أن تقدم على أي فاحشة. والحل بسيط أيها الأحبة، الحل كما قلنا في اللقاء السابق بسيط جدا، بتطبيق آية وحديث فقط: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إن ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية تضع عليك مراقبة إلهية مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي الإمام علي كرم الله وجهه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. طبعا سيدنا علي حاش له رضي الله عنه، حاش له أن ينظر أو يطيل النظر، ولكن هذا درس تعليمي، درس تعليمي لنا أيها الأحبة. فإذا قطعت موضوع النظر وتجنبت هذا النظر لما حرم الله، بالفعل أنت ستقطع الشر من جذوره وتنجو بنفسك من شر هذه الفواحش، بل إنك ستسعد وتستمتع بهذه الدنيا، لأن الفطرة السليمة. يعني انظروا أيها الأحبة، الله تعالى صمم الإنسان، أعطاه تصميما مناسبا يكون في أقصى درجات السعادة إذا التزم بالتعاليم والأوامر والنواهي التي أنزلها الله تبارك وتعالى. معادلة بسيطة: عندما خلق الله الإنسان خلقه بطريقة مناسبة لتطبيق هذه التعاليم، فإذا أردت أن تصل إلى السعادة القصوى، أعلى درجات السعادة، فعليك أن تلتزم بتعاليم هذا الدين الحنيف، والله تبارك وتعالى سيضمن لك الحياة المطمئنة في الدنيا والهادئة والمستقرة، ويضمن لك الحياة السعيدة أيضا في الآخرة. لذلك قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ماذا؟ فلنحيينه، يعني في هذه الدنيا، فلنحيينه حياة طيبة، وفي الآخرة في الدنيا قلنا فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أيها الأحبة أن يقينا شر ومنزلقات هذه الفواحش، وأن يطهر قلوبنا وعقولنا وبيوتنا من هذه الأمراض، ونسأله عز وجل أن يتقبل منا هذا العلم، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به من يشاء من عباده، ويهدي به من يشاء من عباده، إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء قريب إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فبأي
حديث بعد الله وآياته يؤمنون.